يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر أحاديث الصفات مثل حديث القبور؟ هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر أحاديث الصفات مثل حديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لا، الذي لم يرد لا يقال، صفات توقيفية، ولا يجوز أن تحدث شيء من عندك تقول هذا توضيح، لا، توردها كما جاءت. لكن الحديث اللي أشار الرسول صلى الله عليه وسلم سميع بصير صار إشارة إلى سمع، تجيبك خاص، هذا خاص في هذا الحديث، فتأثيره كما ورد. أما أن تزود شيء من عندك لا. نعم.